دانا مجلس الأمن الدولي بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، ووجه الدعوة إلى المجلس العسكري الحاكم في الخرطوم، وقادت حركة الاحتجاج للعمل من أجل إيجاد حل للأزمة. وفي بيان صدر بالإجماع طلب المجلس وقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان. ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابه بشأن الأزمة السودانية.